الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين نكسر إلى كتابك الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ينكسر شيخ حين أشياء إذا كوعت طريقة سلفك أنا أقيم السمين صدح قيبود أهل التخييل يا أهل التأويل يا أهل التجيل. أهل التخييل وين وصوا الرمي هو كويلي نصوص صفات كشيء سيئات كي أحاديثه حقائق ذو السيدة يهين وكما يورمين إذاتك وحكا لا إيان لموت سينا يا الله ورمى يا يقان الله الرباء سيدة حقيقة طائن إرهاديان والنظر كودي عقل كودا استدلال كودا قصة صاران ظاهر كنصوص تاسنا وحي الشيء يسا معنى باطلا صحاهم إذاتك نوحا لقى الرباء معنى حقا إن يقب بادي الدونان إرهاديان قدنا عقوش ذا النظر كذي استدلال كذا يكون الصباح. حد قرن الساعة تاسينا كهري من النصوص الشيء جيسا إنه قرآن كي هي حنون هدى للمتقين هدى للناس هذا بيان للناس يعني إنه مركا لسد الشيء إنه مركا وحلقوا عضينا يو إنه يهي مدوحول بعضينا يتبيان لكل شيء لوجت شيء ذي دمان كتاب كمركا إن لو إليه ولا فهمه إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سلوف فهم الله ولي لسود الشيء هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب التدبر نوحوية الفاضني رياضا معاني ذا كدن بيصين الله فرصده ويان يذا كوة كلمة القرى الدين كره هذا نقل ذاس أرن كود وحوية وواضح وعديه نبي قال سيدنا صلى الله عليه وسلم واجب كي سوحو أها مركي وهر يسأل وفر ليالي التبليغ والتبيين باقي دم بجهاتك والقواجبي لكن أصالة مركي وهر وحا القواجبي وحو أها يعني حق ضدك مركي لقائق ينفتي سأيني أهين التبليغ قارسين يا التبيين عضين ساسوا وحو شيخ نفسه يقول الله بعض أهل التأويل اللي يلاهده قال الله أهل التأويل كاللي يلاهده يقو حيليه نصوصتي وحوية ولا أوليا قال ظهر وحيليا خيال بابا مركز الله شيق يا دتك وحكل للموتسين يا ومركا وحوية وحيسكوها يا أن نبي حقائق دم أوجا مسمى أوجين كبطلان كهذا الكود والسي واضح قال ظهر لفتود وحيليهين يعني مركا معاند لا تلمام يا ظاهر كذا كفر ظاهر كذا باطل لكن دتك على قربا معنا حقا إني مركا راديان وكأويلان يقال على قربا وأنا صدق مركب متكلمين تأي جهمية ذا معتزلة ذا يعني مركب أي مرين كوب الشيخ يقول ونوتشي إن إنا نسير ديننا وقرضنا ويقرضه ردتك وأكدي ذيان بولي وإنا كعر ريان دتك وأكدي ذيان وعن لكن كوب أنو الوكة سومية وأي واحد مجسنا يعني سنة ذو قرقاريان مربضا فعلا مركب غارك ذو قرقارين وخاصة يعني مركب قليها دي مركب وحوي أشاعرة إما تريد يقوليها النعاس ووجر جاريا يقو كمالا صدا وما يوضقاضا لكن كمال وحوقا تيسدا ما جهمية معتزلة يعني مركب أي صدا نقاط قلنا كنا مركب وحوي قيبة كقاتل مركب الروح يسقو وحكوا ناكسن وادعي كرتائن وحكر كحية هاي وكقل دنيا تحسين الدين ما يسئل الردنيا أو حكقل دنيا الوردنيا وحشيخ يلي وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا سيدي حقيقة تهي إسلام كان أمين نصرين وأمين قرقارين فلاسفة دين ميتشبين وحياليه مركا وحوي أدلة العقلية أي شيئين مذك هقو ليستان فلاسفة دين مينغن بل الفلاسفة دين أيها وحيكو إلزاميين ورنيو تأويل كان أوي ليستان يعني الصفات كأوي ليستان أما صفات كوحكم بذا أوي ليسان أما صفات كي أصماد بأو ذا أوي ليسان سيدة جهمية ذوكرة قدر كواكف في عنايدين محاو أوي لويدين نصوص تماعات كشيديس محا فرق يوضح يكون لو أوي ليكون أن لو أوي لي تأوي لكم حاكم أدي ذكواس حيت الماما ينبابك إن اسكو ميلا مريو وحي كلاكو يلاهدين وقل ذا فلاسفة ذا إيو باطن يذا أبا كورن إيسان waxay ku oranayaan jahmiyadii iyo mu'taziladii iyo markaa ashaaciradii iyo maturidiyadii waxay yiraahdeen nahnu na'lamu bil dirari anna ar-rusul ja'at bi ma'ad al-abdan faqalu lahum waxay ku yiraahdeen qolada baatiniyada iyo falsafada ahi
نحن نعلم أن وحن أكسونها بالضرار ضرورة وحن كؤغنها أن الرسل إن رسول الله جاءت إلى تمي بمعاد الأبدان إن شرك لسعرنا ولا تمي وقد علمنا الشبه المانعة منه صاصي كسح أنت نسخ غار فساد بكرينيان فساد الشبه المانعة منه لكن يظهر سنسخ بدن كذا قصبا إن تيسير الصحراء نسخ هذا محقق هذا نوح تلمام يا نسخ مخطوط كالراجعي هل نسخ كلية أي فساد كزياد نيس مع أنه هنا بدونها أبو الصحية مع أنه هنا وحي الله أنها يذن فساد كل صعن أي مع أنه صح نغني وقد علمنا وان أغان نبي إلى هذين الشبه المانعة منه شبهوي كديد يسا منه أي من إثبات معاد الأبدان شركة إلا سوء لنا أيو سوقست الله السوق أيو شبهوي كديد ينا وان أغنى مركا إذنك بسال يديهين شبهوي ديد يا أيات شراء صفاتك إن مركا الله السوق ساساودت بنو أول لي أنه نوحانو قرانينا شبهوي كديد يا معاد الأبدان كإلا السوق أي أنو أكسونه ساساودت بنو أول لي مركا هل أورتم كما أورتم نصوص الصفات ما أول أوشان سيدا أوشان نصوص صفاتك وإذا محاكوك على فرق سين هدى الذين شبهوين بقى مركا مشي الشراء يوحياله أنو كاقاضني أين الصورة قرها إن الله سقو تانوكو حولي نساسو كلا أين التنك لنا وأهل السنة يقولون لهؤلاء أهل السنة وحي كورنا ينكواس معتزلة ذا يوحي لها المالة أم معتزلة النقضان أم جهمية النقضان أم غير كذا النقضان ونحن نعلم وحن أقنها بالضرار الضرورة وحن كوقنها بالضرار لا من كهوس اللي جنب الورد فانا يضطك بالاضرار هذا ترى هذا همزة واحد كلك تقطعي همزة أنا وهمزة وصلين وحنكوك سون هاي بالاضرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات الرسول ذو إلي ما دين صفات كسوست على سقاي ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد نصوص الصفات ك في الكتب الإلهية كتبتها إلهي لون سبي يعني كسوغان وبمعنى وحي جاء حتى القرآن كافته مما يوحك الصدر يا كتبه هراء قضيت التوراة يا إنجيل أكثر وأعظم من نصوص المعاد كتبت الله سودك يوردان مرك الله إيهو انت أي نكور قبنه نصوص الصفات كي كسوغان بأكثر كبض نيد وأعظم كوين من نصوص المعاد نصوص كسابصا يعني بعثي آخر إنجيل يندتك رسول صاري لسعلني ويقولون لهم وحيك ركورنا يعني معلوم أن مشرك العربي وغيرهم كانوا ينكرون المعاد والأكسون يهي أن مشرك العربي إن قال ذي عربيد وغيرهم يغير كود وقال ذا كلابا كم إذا عجمته كانوا إن يهان شرين ينكرون قارد فراء المعاد سوعلين تذكر سوعلين أيها لصون نورين أيها يوم القيامة إن ينكر شرين والأكسون يهي وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا كو إنكرين رسولك صلى الله عليه وسلم وناظروه فيه وأنا كل الدوذين بخلاف الصفات صفات كما ينكرون كل من يدودين غالبا فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب فإنه شأنية لم ينكر مضفرين شيئا منها شيء صفات كم إذا أحد من العرب إذ عربت كم إذا مركا ما ينكرين مركا لقربه اسمك الرحمن وهم يكفرون بالرحمن وحكرو انت كسو هري الله ينوش شاقين إنكر المشرك العرب ما اسم هذا إلهي صفات كيسة كم إذا ما هينو فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد أحلو قادي أن إقرار العقول عقل يذو قرصة إقريان بالصفات سفوين كإقريان أعظم إن كوين بضنطاي من إقرارها قرصة إقريان بالمعاد يعني سعلين تخلقي لسعلين أيو لصون نورين أيو وبعثين وشرو قرصة إقريان عقل يذو صفات كإقريان بكوين بضن وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات إيا إن معادك وبمعنى سعلين تذكر سعلين أيها الرسول صار أيها الرسول نورين أيها أعظم إن كوين بضنت هاي إنكارك لا إنكراه من إنكار الصفات صفاتك إن لا إنكراه عبارة المركة وحكسه كان كل إشكال أصد الشيخ وطه أحد مدر نوعا ما إننا وافقين هذا الكيس هرع إننا المركة وافقين سأصابدد وحكسه كان وربا كتشرة وأصل نقدنا إن شاء الله. وكيف يجوز مع هذا سيبنا أنت إتالا شركة أن يكون إنه نقضه يضع قرصة مركا أي
عقليادو قريان صفات كأي كويني بضنتها هاي عقلي قرصة هاي عقليادو قريان معاد كأي قريان إنكار كا أي صفات كأي قريان نأي كوين تهاي إنكار كمعاد كأي قريان سيكالة شركة ضعيبا ننتهي أن يكون ما أخبر به من الصفات إنه نغضوح كورهمي نبي عليه الصلاة والسلام ومن الصفات صفوينة ليس كما أخبر به إنه نؤهي إنسود وقورهمي وما أخبر به من المعاد وحكور رمي ومن المعاد السوعلين خلا يخذل السوعلين يلصون علينا يا أبعثي يلصون صاري هو على ما أخبر به إنه السود وكور رمي وقسوين عن تنسلي سيدي وقسونا تؤن لأويل كرين تنى مركا وحوية سيدي سيدي وقسونا إنه إلا أويل أيتها مد لازم بقى شيخ وحط الممي رحمه الله قل ذي مركا وحوية باطن يدو إن يكون إله دين يقو حي أوليان دي الشرع يقول لنبي باطنية وذا أوليس أدي اعتقادك التهي أدي أحكام تعملك التهي يعني وحوية لما الأحكام العملية يا الأحكام الاعتقادية كلها وأوليان ظاهر كذين وكل حنين اعتقاداتك أوليان ندو حكم ماذا بعصي لك ماذا أحكامتي عملك أنا وأوليان قرد الفلاسفة شركة إلا سوء علينا يقو مقبان وحي مركا أوليان إن أرواح ذات يوح لسوء علينا قاركو تناسخ الأرواح وحكم إذا إقبان وإليه ذات كسيكا للو عذاب يا عدحن نفتي سألت لسوء علي وحلي تل قرينا يا عدة وناكسنة نفتي سألت لسوء علي أي عدو وناكسن لقرينا كسيكا للو نعمين يا سيكا للو عذاب أحلى سوء علينا أنا أرواح ذي أجساد ما وحي مركا كويلة ذي انقليه معتزلاء يا جهمية يا عدي لها المالي سي وحقيقة إن الرسول ذو لي مادين بحثي ذا مع ذلك نا إلي مادين أسماء ذي صفاتك مركا أسماء ذي صفاتك هو أول شيء هدا جهميتي إن لبضبا هدا معتزلتي إن صفاتك كلي أي أول شيء هدا أشاعرية ما تريتي إن صفاتك قيبكم إذا أي أول شيء مركا محا أسماء ذي صفاتك كلي هو أول إيسان أما بعض يقول أول إيسان وصفات كردن أما بعض يقول ومعادك أيضا أولين معاد الأبدان بعثك أيضا أولين وأي لبضا النوع بدا الرسول الله ولي مدين هذه مركا نوع كم إذا شبه إذا كي مدين ودي إذا إنسان إذا الله صغانا ده النوع كنا نقول شبهات بنا قيمي سعقول الذي ما نقول عقول لنا عقل قلنا مقدس كده كايقنا فتاتير كده إذا وحوال قصوا قاضين ما كده قي كينا نكده قيمين مقدس وسيس إن الله رعيت مركا هلا أولتم حوا أول ويدي أرسلونا وحي لهذين وحن ضروركو أقنا هاي أن رسول الله لي ما دين صفاتك سويسة لسوغا أيو صفاتك سويسة لسوغا أيانا وحيكو سوغان تي كتبتا الله سودة شيئي قرآن كليا ماها كتبها كليو سودة شيئينا وكو سوغان دوانا كفر بضنين وليما معادك سويسة لسوغا أيو واكاق بضنين ونصوصة صفاتك اكاق بضنين ونوكين دوانا التوراد مركيسة مركا حون يعني معادك سيدا مركا صريح إن لغو الشيئي إن يكو يريد لكن نصوص الصفات كأي كبدني منو كين دون؟ مركا نصوص الصفات كأي كبدن أسماء دي الصفات كأكو سابسون با كبدن نصوص معادك بل آيات كأحكام تأيض الله جو الرمايو أي أسماء دي الصفات كأكو شرعين لكن بعض يقول ميل بكم شرعين يعني حوي آياتها أحكام تأ قارب بدن وحلقو ختم يا إنه إلهي وحول بأجي هاي إنه إلهي شد العقاب يهاي إنه مركا وحوي مركا كجزين يدرس كقابل مرينا يوحي السمية إنه لهي هي مركب حويان وحى السمية إنسان إنه مركب حوي طالعانه يأركاي يعني حوي كل ذلك هو حوي حلا لجور رمي أسماء صفات على جور رمي مركب الشيء جاي التوبة ضي أشياء داس حلا ينوش جاي الله إنه غفور رحيم يعني وعد التوبة كأنت أقول نحرسنا أيه دم بيجنا كرافة معاني إنه عسل إنه تمام أيضا بدم على وقت ما أسماء إلهي صفات كيس وحكة منها لغو ختمة هذا معرفة هذيت آياتك أحكامتها هذيت آياتك اعتقادك هذيت آياتك أخلاقك وصابسن يعني هذيت أمم كهرمك لغو الرميو يعني وحوية انتبه لغو الرمي وكلنا شيء أمم كإلهي هلاقي يعني صفاتك إلهي أسماء دي سي أفعاشي سوالة شيئا قرآنك وحوية مشحون وحكبوحا آياتك قرآنك آد وحوية كتشرة بكسرة أسماء دي إلهي صفاتك سي أفعاشي مرك الله جهض ضيوع حتى حلاش يا حرانته إلهي بحلالي عده وحلالين يسون الله يهيب الأشياء عده مرك وحرانتي نمين يسون الله يهيب الأشياء مرك النصوص تقص أبسن أسماء ذي الصفات كإلهي أفعال شيء إلهي آدي آد بالقرآن كا يكتبها كلام أقبضني
badnaansho ka badan nususta macaadka iyo bacsiga sheegaysaa si ka badan sida loogu sheegay si ka badan baa loogu sheegay oo nususta sifaatka iyo asmaada iyo afcaasha ilaahay aada loogu sheegay ay kutubta alkutub ilaahiya ay ku soo aroortay shay labaad wuxuu tilmaamay mushrikiintii carbeed macaadka waa inkirayeen oo bacsiga ama qiyaamada waa inkirayeen waxaana loo jeeda qaaribkoodii wailaa bacdigood waa la sheegay inay bacsiga qirsanaayeen sida zuhayr ibn abi sulma bacsigii waa qiraya bacsigii waa qiraya wakadalika sifaatka ilaahayna waa qiraya wax ka mid a sifaatka ilaahay wax ka midana waa qiraya fala taktumunna allaha maa fii nufuusikum liyakfa wamahma yuktami illaahu yaclami wuxuu markaa uu yidhi allaha ka qarinina waxa nafihiina ku sugan liyakfa si uu qarsoomo daraaddeeda uga qarinino yani si istidhaahdaan uga qariya ha isku dayna wamahmaa yuktami illaahu yaclami markastoo markaa laysyidhaahdo allah wax ka qariyana allah waa ogaanaya markastoo laysyidhaahdo allah wax ka qariyana allah waa ogaanaya yuakhar fayuudac fii kitaabin fayuddakhar liyowmi alxisaabi aw yucajal fayunqami yacni dib baa loo dhigayaa dadku waxay sameeyeen ya fayuudac fii kitaabin kitaab baa lagu qorayaa meesha addoommada in la qoray ayuu sheegayaa loo kaydinayo liyowmi alxisaabi aw yucajal fayunqami waxaa loo kaydinayaa loo dib dhigayaa maalinta xisaabka aw yucajal ama waa loo soo dedejinayaa cuquuba caajila oo markaasaa laga argoosanayaa marka markuu leeyahay yuakhar fayuudac fii kitaabin fayuddakhar liyowmi alxisaabi aw yucajal fayunqami wuxuu tilmaamayaa yowma alxisaabki inuu qiraayo saasuu tilmaamaya waxaanay culammadu tilmaameen inuu ka mid ahaa min mushriki alcarab alxaafid ibnu kasiir iyo culamo kaleba waa sheegeen inuu mushrikiinta carbeed ka mid ahaa bacdi ka mid a mushriki alcarabna ay qirsanaayeen bacsiga bacdigood ay qirsanaayeen laakiin qaaribkood iyo majooratigood waxay ahaayeen qaar inkirsan bay ahaayeen marka mushrikiinta carbeed macaadka waa inkirayeen waa qaaribkoodaa loo jeedaayo nebigana waa ku inkireen waana kula doodeen aidaa mitnaa wakunnaa turaaban wa cidaaman ainnaa lamabcuuthuun awa aabaa'una alawaluun waa inkaaraa inkirayaan bacsigaa inkirayaan inkaaraa inkirayaan wey bikhilaafi sifaat sifaatka may inkirino kulamay doodin asmaad iyo sifaatka marka laga reebo isimka alraxmaan hatay yidhaahdeen maa nacrifu araxmaana ilaa raxmaan alyamaama markii sulxu lxudaybiya la qorayeyna suhayl ibnu camrin waa kii yidhi ma garanayno raxmaan weliba culammadu waxay yidhaahdeen raxmaan waa yaqaaneen asmaada ilaahay inay ka mid tahay ashcaarahoodii baynay ku sugnayd xaafid ibnu kasiir wuxuu odhanayaa waxay ka ahayd arrinkani markaa tacannut iyo juxuud bay ka ahayd fii tafsiirihi wuxuu odhanayaa alxaafid ibnu kasiir waa ismaaciil ibnu cumar ibnu kasiir ashaaficiy oo dhintay 747-kiibu dhintay wuxuu odhanayaa way yaqaaneen markaa magaca alraxmaan laakiin juxuud iyo tacannut iyo madaxaday iyo jikaar bay ka ahayd markay lahaayeen raxmaan garan mayno culamo kale waxabay soo arooriyeen ashcaarihii markaa mushriki alcarab ay tiriyeen ee magaca raxmaan ay ku dareen bacdu alashcaar oo jaahiliyadii carbeed tirisay bay keeneen oo noocaas oo mawduuca ku saabsan marka daahiran waxay inkaarkeeda muujisteen taasaynu haynaa sifaatka kale iyagoo maqlay iyo asmaada kale haddana laynooma soo naqlin inay inkireen inkaarka tan ay inkireenna waxaa lagu soo naqliyey sunnada iyo qur'aanka mid walba sunnada nebigana waa lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam aayaadka qur'aankana waa lagu sheegay wahum yakfuruuna biraxmaan hadday jiri lahayd inkaar ay inkireen asmaada kale iyo sifaatka waa la soo naqli lahaa ama waxaa lagu sheegi lahaa qur'aanka ama waxaa lagu sheegi lahaa sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalaam midnaba kuma hayno waxay ku tusinaysaa iyagoo maqlaayey oo lagu akhrinaayo intaa ay maqlayeen haddana markaa inayna inkirin oo inkaarka ayna muujisan sifaatka ilaahay inay sheegaanna ashcaartooda iyo gabayadooda waa ku badnayn gabayadooda waa ku badnayn waa kan zuhayr ibn abi sulma uu sheegaayo cilmiga ilaahay wamahma yuktami illaahu yaclami weliba cilmiga ilahay inuu waasic yahay sheegaayo waatuu sheegaayo cantarat bnu shadaad ya cablu ayna min almaniyati mahrabun ida kaana rabbii fi samaa'i qadaaha waxaanu ka mid ahaa min mushriki alcarab ayuu ka mid ahaa wuxuu qirayaa qadarkii iyo qadaa qadariya inuu ilaahay qadaro
القضاء والقدر، قضاء سوى قضاء قدري، إذا قضاء وحقب سوى قضاء شرعي قضاء قدري. إذا كان ربي في السماء قضاها وعقر يا علوقي في السماء أي قرى مركا أشعر بضم باتشراء نوعس وكلأة الممي مركا قرصة أي عقليات قريان صفاتك إلهي ويكوينها شبضان طاي قرصة أي قريان مركا معادك أي قريان كمن حيث البرهان مركا لا أيقو برهانك عقلي قأه صفاتك إني عقليات قريان باويني بضن صفاتك إلهي عبارة وأن إنكار المعادي أعظم من إنكار الصفات إشكال بإلاده هاي وهذا الكشيخة يكهر رأيي هذا الكخدم بيبا أحد مداسيد هو ذي من الخلاف سنته نسخ لما أنتو نساسي كسو كنت أليلي نسخ متعددا كأيك يعني واللفتي أن راجعي ومطبوع كالد دون كما تشوقين مركا مخطوط كقار كود بان رادي لبا مخطوطة وأن مركا وحوي إنترنت كسو دي وأن كأيكي ساسي وقرنت علمضو نوعا ما موضع وكود درابين قار كود وحي الهدين عبارته انقلبت على الشيخ وهذا الكيس هورا مركا الله أيقو يسود أودي وحور ربيين ويلاهدو وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد لو حسوا يلي فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد مركا سيدا وافق يسا وعكس له مركا انقلبت عليه بعض كري وحي لأن ليسا كدعضي الشرح ذا قار كود ساسي مركا مرين وأنا سيدا الشيخ محمد أمان الجامي شرحي وعقيدة الشرحي وصيدة أورانا أيو مركو عبارة أخر يو يعني ليس لغيان مركا كأنه إنو ليهي ليس كدعضي وأن إنكار المعادي ليس أعظم من إنكار الصفات معادك إلا إنكراه كما ويني بدنا إن صفاتك لا إنكره ساسو كاريو بعد كلا وحي لهدين عبارة ذني وحوي وحكود عاي يعني مركا تصحيف قار وحي دونين التوجيهيان وهذا الكهرباء يكو حمباران شيخ ابن ليه هذا الكهرباء يكو حمباران يعني مركز سيدا يقو أقبان وليها للردينية وانا سيدا فوزان لفتي سكو حمبار يا مشايخ قربا وحرنا يا فوزان وأن إنكار المعادي أعظم من إنكار الصفات هذا عندهم مع أن العكس هو الصحيح يعني الزعم يقول يقو سيدا أقبان هذا قول للردينية إنكار المعاد بأكتو ذكوين إنكار الصفات يعني صاص على كل حال كل عبارة كل إساسة مركا ورقشرة على ماذا قال بس أيوة هذه لكن سوى سيد هو تي وحياة هيد إنه مركا أيوة هذا إقرارك الصفات كنا واكوين بدين إقرارك معادك سيد برهانك عقلك كان صنايو إنكارك الصفات كنا واكوين بدين إنكارك معادك على كل حال لكن قصوى إشكال كيمان يا إشكال كسوحي هاي دي معادك عند إنكرتا لا أختلف فيه سنان إنه كافر لكن صفاتك دعيدة إنكرتها وحكم إذا صفاتك إلهي دو حقصوا عن تفصيل ما الله قال يسنا مثل ما قال يسنا أو حق مشرك كرا التأول نوعا ما برو إنكر كرا سقو حولنا إياه باب كان جس بخفاك جسوين ودو حلقة يا بين سليه تنزيه السماء أشكال قصة ما يسنا نصوص الشيء ليس كمثله شيء أو يسلي نص كمحكمة ينصوصا وقبا انت شابه كسوغن يهي اكتسا ان اسعاردين دي ادنو يسيري محكمات كعمل سي ما على رأيه يضو مركا اللبضا النعب اي محكميه نصوص الصفات كسوغن سنوى محكمة لا متشابهة تشابه اصل كمعناها كمصاب سنة تشابه كيفية ذكر يوم بكسوغن سنة لكن اطلاقا بي متشابه اطهي واصل كمعناه دوا متشابه وقلط اصل كمعناه دوا متشابه ما هو محكم وواضح الاستواء معلوم والكيف مجهول لكن كيف كأيا وحي هي متشابه مركان لا إطلاقه ومتشابهة يا إن مركان لقيدة عبارة مطلقة أي عبارة مقيدة ذا فرق أو نحن مركان وحوي لا يراه ذو شيء سوى متشابه على قضني على الإطلاق لكن مركان لا يراه ذو تفصيل بكتشرة أما أصل المعنى ومحكم وواضح أما كونه كيفية أركان قصاب صنا ومتشابه بس ما عارض يا يعني. حقول السنة الاستواء معلوم والكيف مجهول الاستواء معلوم والكيف مجهول استواء ولا قرنا يا معنيه استواء ولا قرنا يا لكن كيف كي ولا جاهل يا هلا ما قرنا يعني مخلوقاتك قرن ما ين لا يعلم كيف هو إلا هو رصاصه مركا
هذا الكلمة الشافعي باشتيمين أيها إن لله أسماء وصفات لا يصع أحدا ردها، فما ردها بعد قيام الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة عليه فإنه يعذر بالجهل، فإن علم ذلك لا يدرك بالفكر ولا العقل ولا الروية. الله وحوصنا ذي بل مقعي يسفوين إمام الشافعي بارنا عدنا أي نهر الدين كريم، فما ردها بعد قيام الحجة عليه كفر. قف في مركة إنكره مركة حجة كوقن تيد بديد وقالوا بيان، لكن أنت إن حجة كوقن من كهر وحلو قعد الدار يا جهلي. يعني بعض سيدنا وحلق قرنا يا يعني إن مركا قفك أن لوقو عذرين مربح دي الله الشيغي بعسين وتشرو إنكارك وإنكرين لوقو عذرين على هذا هدان لوقو عذرين وقفك إنكرا لوقو قال يسينا يو مركو أقاديد دبديد وحي كتو سينا يسا أرن كيدو إنو وين بدين صفات كنا ما دام الله ينو الشيغي قفك مركا وحوي دي تأولا نو إنكرا إن مركا أن إطلاقا لوقو قال يسينين waxaad garanaysaa waxa weeye sida baabka macaadku u weyn yahay ad garnas saas awadeed ba baadhu mashayikh markay halkan sharxayeen waxa yiraahdeen marka la tilmaamayo waa aadam waa ka weyn tahay waxa loo jeedaa wa min haythu al-burhan la min haythu al-ism haqa burhanka iyo xujada burhanka aqliga marka laga eego xaqaasi ka weyn tii laakiin xaqa dambiga ma wajigaana waxa abiraya saalih ala sheekh aya marka abiraya waa yahay waxa sheekhu rahimahullah وأيضا نغشين كن نغنى فقد علم وحل أغاذي أنه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه إنه كل لعي أهل كتابك على ما حرفوه وحي تحريفيين وبدلوها أي بدلين وبمعنى عطف تفسير بليا لماذا يسكو معنى مركز يسكوسي عطفه وحي نغنى يان عطف تفسير عطف فائدين أي تفسير ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات وحلوك سوني هاي إن تورادي كتابك التوراديد مملوءة لقبو حيي من ذكر الصفات شيقس صفاتك وشيقس الصفات بضم باكو صارور فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى هدو أهان لها كاسي مذكورك لصو الشيق أو أهمرك ذكرك صفاتك لقو الشيق إنو كفر بضنا مما حرف وحيلة تحريفية إنو هدو كم من نغن لها وبدل لبدلي لكان إنكار ذلك عليهم أولى وحن قال لها إنكار كأرن كالغو إنكريا متكا أوليسا وكدوا إن مركا لغو إنكروا أشياء ذكرة يعني ولغو إنكر لها على الأقل ما دام يكب ضنطها يبولي أولى وإلا مركا يسا إنكار كالغو إنكريا أشياء ذكرة لتحريفيين وحن لن نقول لها ماذا لم يذا لكن وحلقا يبا أولى إنه يري فربضني ذا إيا كسر ذا صفاتك كسوغا أوديد أي أولى مركا أورني وحيولي إنكارك مركا لغو إنكرا يا أيان نغن لها متكدو وكا أوليسن وحا سودك دقا يسين نغن لها مدى لمدى وصيدة أشياء ذا كلي بدلين لغو إنكرا سي لمدى لغو إنكرا لها لكن أولى اعتبارك يلي وحويا ما داما صفاتك إلهي الشيء استودو أي التوراد آد أقف ربضنايد فربضنا أي كف ربضنايد دراديد إن يضا لغو إنكرا باكا أوليسنان لهايد شيء كيومي توراد أما ميل قرى أما الله ميل وضو قرى إمكا أشياء ذا قاركود ومركا أي إنكرين وحلقا يا ميل يير إنو كقصة أروري توراد تهدنا مركا والي نوع الدي أشياء ذا نوع الصين أي كوقل دنائين تحريف كود أي كمت تحريف كود أي كمت مركا هدي وحوية تن سيدة فراها بضان لو قصة أرورتي أي نغن لهايد من تحريفون آه أو يقو إسكم ماموشين وحيالا يبدلين مركا أهاتي وحين نقول لها يميتك أو ليسن أشياء ذا ميلي يركو سأروري أو التورات كم إذا تحريفنا أه عدين تلعدي تناك أو ليسن الله يدين العدي إن التحريف كوديت لما نشيقين إن التحريفات كودي كم يتاي صفات كأي شيء يين الصغي فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا يعني سأل الله رانيا تحريف كودي كم يتاي يباطل كودي كم يتاي سأل الله رانيا صفات كأي شيء يين وكانوا يقول أها إذا ذكروا مركا الشيغان بين يديه أي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم نبي قهرتي سأيك الشيغان الصفات صفات كقاركو ذايك الشيغان بعض كم إذا اللوتشي ذا يضحكوا من نبي قسل أي تعجبا منهم ليابوا ليابا يدرادد وتصديقا يرمين مركا أرمين أي هذا الكود الدرادد أي النبي عليه الصلاة والسلام أقسل يؤدوا العديني
ولم يعبهم قط. نبي عليه الصلاة والسلام مرنا بكم عيبين عاب يعيب وحي نغتا لازم يمتعدي لبضا مدولبا عاب الرجل صار ذا عيب ولازم مركا مدعيب صاحب نغضا عاب هو عيب ينوي مركا لبضا معنى وأتماد يدو لازم يدو متعدي وايه مركا هذا يدو متعدي الله ينوكينا. ولم يعبهم نبي مع عيبين عليه الصلاة والسلام قط ولدي بما تعيب النفات وحي كعب يساء النفات هو صفات كالنفين يديدي وينكريا لأهل الإثبات هو صفات كالصغة إثبات كأهل كا وحي كعب يانو كلا النبي وكما عيبين قل هذا يهودي مركا صفات كقار كوث الشيغان ومركا وحوي بعض الصفات مركا الشيغان كما ساكم أرنشي أشياء القرية ديوات شران ومركا وحوي نوكين دونه لكن وحو كهضي صفات كالصغان وحي النبي اللي سودي بي عليه الصلاة والسلام صفاتك قصوغا صفاتك وافقا يا مركا إطلاقان كم عيبين شرين كم إنكر شرين مثل لفظ التجسيم كم عيبين شرين سيدا أرق التجسيم أوكلا يو التشبيه تشبيه أوكلا والنحو ذلك يا أشياء ذا لمتكا سيدا كوه معطلة صفاتك النفينة يا أيو رنيان أهل إثباتك أيو رنيان ومجسيم يا أهل التجسيم يا ومشبه يعني ساي رنيان سيدا النبي عليه الصلاة والسلام كم رن فالعابهم وكعب بقولهم هذا الكود يا إلهدين يد الله مغلولة تاسي وحي كم إذا هيدو حياله يعني حماية كوه اللين شيء منكر كمرك كوه اللان ساسو كلا اللقو إنكري يا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فإنكار لقو إنكرار إلا لقو نعضري يا هذا الكي إلهدين إن الله فقير ونحن أغنياء يعني هذا الكي إلهدين يعني إن الله فقير ونحن أغنياء يذنوا لقو نرعي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا محي شيء سيئ لقع عقابه قرار كله قرأي وحكى اللازمة يكرر لنا إن لقى أبا المرين أي هذا الكاس أي كهضلين مقلك والله مقلين وحلوك كذا تهديد يهن شباد لكن لازميس وقولهم يا هذا الكوذا يلاهدين الصراحة لما خلق السماوات والأرض أنا مك يهودي وحي إلهدين إلى هاي عرركا يدلكا أيو أبوري لحم المود جذهود بكو أبوري لأنه ما أنت السبت إذا سوق الشيء فأعيا فاستراح وأدالي دبدنا ونصط قالوا قوي إنكراي حكوا سيدك أيضا الله وحي لي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني هذا الكي حكوكه من قدر حقا يقدر باطلا قدرك حقها والله الشيغي إنه إلهي عررك يدورك كو أبو ريلح ما الموت قده قدرك باطل كان والله قوئن كراي وما مسنا من لغوب وحدالي نمهليلين إنبا هوا يراده من لغوب وحي شيغيسا يعني مركا أدنا لغوب نمهليلين ذلك أغيري ويو النوعي كوها عمومك نسك كوها ونكير في سياق النفي ومن لقليه للتنصيص على العموم وي ساس أودد وحسوق لي أدنى اللغوب إن نهرين مركا أشياء ذا مركا كوه الضيين مركا وحوي خلط كأساس اللغو إنكره أما النقصان تيله ينسبيان لكن أشياء ذا كلا الصفات كي شيغيان النوع عصا أنا هين لغو ما إنكرنا ولو تقريني والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث توراتنا والغب وحيي من الصفات سفوينك المطابقة وافقيسي للصفات المذكورة سفوينك اللغو الشيغي في القرآن قرآنك قديس والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قديس وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن تورات قديهد كمصونا تصريح لعضينا أيو معادك سوعل انت خلائق ذا لسوعلنا أيو ومبعثك كما في القرآن سيدي قرآنك أغسو قنطاي بمعنى كسر ذا يفربضني ذا قرآنك أغسو قنطاي بعثك كسر اللمدة أصدى الله تصريحنا يوم معادك يبعثها توراتكم مصغنين فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان وحفي عنايد فإن جاز إن لهم وهي إنت الشرطية إذا الشرطية سيدة مرة بضاء إنت الماني إذا ذا وحلو استعمال الشيء واقع دعية قطعا أيتهين ودعايه أما غالبا إنه دعايه أنت نوح الله استعمالا شيء أن دعين أما إنه دعائن السورة قال أهين أما هدور دعو بقلة كدعية وكمدنا وحوية وحلو الشيء جي وحن نقضى شيء لازم الوقوع غالبا
أما غالب الوقوع شيء نوح النقضاء شيء أما النادر الوقوع ودعتانك يسلف في النادر فيها أما بأن دعين بأ. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. على رأينا يواشرت شيء مستحيل للقري النبي يدين الشركة كل عان ومستحيل ما دعيس مستحيل وي إلهي بكر دوري اسم قطعية أصغنات اسم قطعية بأصغنات سأسود إن بالقري إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه لقصة على تفسيرك أورانا يا أنت والشرطية يظن ونعس شيء مستحيل للقري شيء قليل كامل نادر كان وارد عذين لقش لكن إذا ذا وحل القرية شيء وحوية إلا دعاية أما دعستي سفر بضنطي أتلغزي أي كدقين علماء العربية قاركود سلم على شيخ النحاتي وقل له عندي سؤال من يجبه يعظمي أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. شيخ النحو الذي وصلان وحنا قلت له هذا وحنا هي السؤال قفك كتشوابة لوينينا يو بمعنى لحشمينا يو وقف حيقان ولقدريني أنا إن شككت وجدتموني جازما أنا وهذا شكيو وحد يقول أقون سنيسا جازما مدوح جزمين يا إنا هاي وقوين يا بعد يقول أقون سنيسا وإذا جزمت فإنني لم أجزمي هذا وح قوين وحم قوين لغز يقول حكو سابسين يا ما الحراله إني إذا مركزا مركو إذا كو ويدين يا إذا بقري لبض الشطر مدو حكو ويدين يا إنت إن شرطية مدنا حكو ويدين يا إذا ذا الشرطية ده. مركو إنت كو ويدين يا إن الشرطية إن بقري مركو إذا ذا كو ويدين يا إذا ذي بقري إذا ذا نكسو عليا أنت كو شاقو هذا نكو ويدين يا أنا إن شككت وجدتموني جازما أنا وهذا كشك يا وحاسين ورعايو يا وحد يقول أقون سنة إنسان وح جزمين يو إن بقرية إن بانو كويدين يا ويا شيء قال أنت شرطية على القرية وشيء اللي قشك السنة هاي محصلة يا مثل محصلة يا مرعى يا مثل دعماء جازما توري وحوش إذا جازما جزم إعرابتها بوش إذا أنا إن شككت هذا كشك يوم مضمون كشرط وكوب سنة يا إنه رعايو وجدتموني جازما وحد يقول أقون سنة إسا ووجدانك علمي قال هاي لبد مفعول قادم شرتي جازما مد وح جزمين هذا يقول قان إسا وجزم إعرابتها وانت الشرطية دي وجزمة الفعلين وجزم إعرابتها كهرة وإذا جزمت فإنني لم أجزمي هذا وح جزميه بمعنى محتواها وكوب سنة يا مضمون كشرط وكوب سنة إنه رعي هذا نقوله يا فإنني لم أجزمي جزم إعرابتها على ما إيمان وإذا دي شرطية هاي جزم إعراب الصمين ميس بعض أهل العلم وحيد أذان شعر كي مركة وحوية وإذا في الشعر خاصة أقرأ الإنسان لكن وحي وإذا تصيبك خصاصة فتجملي لكن علماء بدن كود وحي ليهين وحب جزم سن لا في النظم ولا في الشعر مركة لغز وحق صبصنا نعاس وصبصنا وآيها مركة وحو شيخه يلي فإذا جاز لكن على كل حال ساس وسيد أغلبي قاهل نادر كرو خلاف واجرا مركا شيخنا هذا الكسو حسك اخبري كرا نادر كي انك استي لهدي النقطه دراديد وين النقطه وين كو جرتا مركا سدك عكس لو استعمالين فاذا جاز مركو بناناضي فان جازو تشيداي ان تاول الصفات صفات كان اول له لغز جواب ترتي لغ جوابي قل في الجواب بان ان في شرطها جزمت ومعناه التردد فاعلمي وإذا لجزم الحكم إن شرطية وقعت ولكن لفظها لم يجزمي وحيري فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان هذي بناناتي حوش إذا فإن جاز هذو بناناتي أن نتأول إن نؤول لا الصفات سفوينك التي تاسو اتفق عليها الكتابان لبض كتاب إسقوا فقين قرآنك يا توراة فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى معاد كإن لأوله الذي معاد كاسو انفرد به ولقار نغضي أحدهما متكود إن لأولانا أولى وكأوليسي وكالوية إن لأوله والثاني مما يعلم بالاضرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل فالأول أولى بالبطلان والثاني كاللباد وأمرك تأويل كمعاد كاللأولي مما يعلم بالاضرار وعكمدها وحيالها اللقوعقية هاي
ضرورة لوجوك يهاي من دين الرسول صلى الله عليه وسلم دين كالرسول كاللوجوك سوي هاي أنه باطل باطل إنه يهاي اللوجوك سوي هاي الضرورة أهان لوجوك يعني تأويل المعاد إلا أوله دين الرسول وحلوجوك سوي هاي الضرورة إنه باطل يهاي تأويل هاس معاد كلا أوليه فالأول كهراء صفات كإلا أوله يا أهنا أولى بالبطلان وحن نغنى يا مذ وسي أوليسا باطل لماذا إن سجن إلا أولى أي باطل تهاي وحن نغنى يا مذ وأوليسا ما دام أكفر بذيه سوخ وحط المامية نمك يهود اللي يلاهدو وحياليه مركا وحن نقصان تهاي ربي أيون سبيين ما لقوا إنكرا لكن صفات كتورات كسونا القرآن كنا وافقا أما حديث كالنبي وافقا لقوا ما إنكرين إطلاقا إطلاقا يعني الشيء يعني لقوا ما إنكرين لكن أشياء ذا إن الله فقير المركة يلهدين يدو الله مغلولة يعني وحوي استراحة يوم السبت وحيالها عين كاس يكون هذا لين والقو إنكري بطلان كذا ولا عدين يضا التورات صفات كان لقو الشيء يا أي آذ أفر بضنايين إنكار لقو إنكري ما هينه بل يوحي إنه هينا صفات بضن إن اسكوا فقيان الله ينقو الشيء القرآن كي يصنى صفات كقصوا التورات يا الله لقو صفين أيه وحب بضن إن اسوا فقيان شيخ مسألة الشيخ هل كان غريبة أو كصاف صن توراتكم مصونين معادك إلا تصريحنا يولا عضينا سيدة قرآن كأصو أنت وحي سويد دين لما وحوود شيدا أصلا بتصريحكم مصونين معاد لا تصريحنا يا مسا كسر هذا القرآن كينا أصو أنت هاي كسر لم إذا أيان تصريحكم مصونين ظاهر كعبارة سوحي وقتها إنه لي يا هاي يعني أصلا بكم مصونين إشارات ها كصو نادان يتلمامه لكن تصريح تصريح عبارة صريحة كما في القرآن تشبيه أنا وحلقة قادن كرا كسر ذي نوتشيدو ساسا لو فهمي كرا شيء غريب أنا ويا إن لها كتاب كتاب كي التوراد دي وينا اللي قصة الرقي نبي موسى عليه السلام اللي قصة الرقي إلا إلى هذا معاد كمتصريحين يعني يضل قرنا يوم الآخر كو إنه يهي أركان إيمان ك اللحدة إنه كم بدي يهي بل كو جهر رأي إنه كشلو بيضا سأل أكسوني مركا عبارته على كل حال وحي أخبري كرتا إنه أتشي إذا كسر هذا القرآن كأي قصة أنت تصريحه كسر هذا كسر لم يدان تصريح هذا يقصة نين مركو ليه هاي فالتأويل المعادي الذي انفرد به أحدهما أولى مركا أنا وحلقوا أولي كرا إنه كتل ماما أيو يعني كسر هذا تصريح أيو تأويل كذا لقرنه كسر هذا تصريح وحن أتشي إذا عفوا وحي أخبري كرتا إنه كوضو تصريح سينو كسر وقصوغن هي صفة ربضاً أيو لقار نقضي مركا على كل حال دي غرابة قصوغن ساسا أودد بين مركا التأويل كساسا أيو مركا قد توجيهن كلا يقولن أملهن توراديد لكن ظنق أنه وحوية هي إن تصريح معادك لتصريحن يا كل يبا قصوغن هي لكن كسر ذا إنه هذا كوحن بارنه سيد القرآن كأقوب بذن يهون أقوب بطنين والتوجيه يعني مركا لقو تقكر توجيه لقو حنبارك على كل حال مربح ديو حوية صفات خيو كتبتا لسودة شيئي أما التوراد هالنقضة أما قرآن كبه هالنقضة آذ غفر ربضنا أي أولين دي محي معاد كبه أولي وين يعني حوت الماما يا إسكو طريق إن لما ريئنت وحانا لقرنا يا تأويل كمعاد كلا أولي يا إن إتهاي باطل إنت بطلان كيسانا لقو قرنا يدين كالرسول صلى الله عليه وسلم إن بطلان كيسا ضرورة لقو قرنا تك كرنا وينو لم النقضاء على الأقل أما بقو النقضاء ما دام مكفر بذن يهي أولى يهي بالبطلان مرك أشياء ذا اللي قدو ذا أيو وحكى للدوان بالي لأشياء ذا مرك الأشياء ذا أيو يعني باب التقرير والإثبات يباب الرد مرك يتهي باب التقرير والإثبات شيء وضع صحيح على الشيء لكن مرك يتهي باب الرد وقت يذا قار كود وحلقوا الردية شيء تنزل إيا فرضئة وحلقوا الردية يضعوا اللقاء الضينا أيو دين باطل طيب حدو شيء بالدونة يعد مركين الورد ديو ردي قال الورد ديني الورد بقديه وحنا اللي عضينا يا لما شيء اسكم مذا بالورنا يا تنسى سكت تنسى سكت تري تاني حتى الساعة النقطة هاي الساعة سكت قبط هاي تاني كنا وين النقطة هاي فرق ولا حيان ترين أما وين كأول سنتين عد هذا كان ورنا يسانا وما قبطه إن الله وضم مذنب سال غياله لكن وحنا عضينا يا تاب باطل لماذا إذا قرشتها قرشتها وحكا لازم يستطلق لنا إلى باطل لماذا كلام من نوته أما بطلان كأوقع وليس ناته وحنا سبيل التنزل والفرض وركباب الإثبات والتقرير
يباب الردي وكردوين هدي باب الردي قال لولا رقم وين تهاي اعتقاد كيس أساسه قبائل اعتقاد سنين هدي وقلب يا إحنا قلتني قرآن كبا وخص غنتها أشياء نوع صيد أساسه كله وحلو وردني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والشيء مركا وحوي يعني مركا فرضئة بالله هذو كسو قنا الله أنا كسو قنين به سايا ساسو نغلا سايا ساسو نغلا مركا تاسوا إن مركا نوعا ما اللي فهمه وصول نغليا الحافظ ابن كثير أما علماء كرا بصول نغليا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله مركو لدو ذا يقريه خلق القرآن كقبي أحمد بن أبي الدؤادي حضر كيوب بلابان مركز سيوح يقول أن كان الله ولا قرآن الله بات شري يستقام قرآن شري مركز سو إمام أحمد بن حنبل وحكول هذا كان الله ولا علم هذا إمام أحمد بن حنبل منقبه يغير كيوء من أهل العلم أهينتونا أما بقف مسلم بقى إنه الله شري يستقام علم شري علم إلهي وهي قديم بلا ابتداء أي قبان لكن وحوليه من باب الإلسان وفرق وحود حيا مسألة مركا إثبات يا تقرير تهي يا مركا دود يا أي تهي فرد وحلا فردنا أيو ولا دود أيو تفرق أود حيا ولا بدو أكرد وأنت شيء كصد دود لا وش شيء أنا معناه دم معها وقف في اعتقاد سيء واختي هذا قار كود بقد شيء ده قف كان مركا وحاي مذهب كيس بطلان كيس إنه أعطيه أو هذا الكيس كود بقدينا يا أو مسألة وكاني ورنا يا سيدنا بكل لازم يساعد تنصار نقطة تنصار سين نقص يا saw waxad ka tiraahdo tan ka dhig yani marka waxa weeye marka labada mas'alada waa in marka lagu baraarsanaado ah sheekh waxa wari rahimahullah wa amma as-sinf ath-thalith wa hum ahlu at-tajhil nooc sadexaad miya ama qaybta sadexaad wa hum ahlu at-tajhil wa kuwa tajhil ka u ehelka u saaxibka ah yani cid waxa weeye jahli un isbaynayaan ay ku jahli hukminayaan fa hum kaseeru min al-muntasibina ila as-sunnati wa atba'i as-salaf فهم يجو كثير وإن بدن ومن المنتسبين كم إذا كوا وابتر صنايا إلى السنة السنة وابتر صنايا يو اتباع السلف يراعيتان كالسلف كلا الراعي وابتر صنايا يقولون وحيرانيان إن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم لم يكن ماهين يعرف متجرنيي معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات معاني ما كي معنى ياشي سمقرن إن أنزل الله الله سودتشي عليه النبي وكسر رقع عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الله كسودتشي ومن آيات الصفات آيات كصفات كأه ولا جبريل يعرف معاني الآيات جبريل لما هاي المذكرنا أي معنى ياشا آيات كمقرنين ولا السابقون الأولون كوي ديريي الأولون هو الرييين يقول ما هاين عرفوا ذلك مذ معاني ذا مركز صفات كقرنا أي ما هاين آيات كصفات كمعاني ذا قار قرن إيماني وكذلك قولهم ساسوكلوا هذا الكوذا أي لهذين في أحاديث الصفات أحاديث صفات كإلهي كصاب صن ساسوكلي كإلهذين إن معناها لا يعلمه إلا الله معنى يا شيء ذا اللهم ويانا عدك لم قرنين ساسي كإلهذين معنى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء يضل لقب إن رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا مذكور كالا سو شيغاينو كو هادلي ابتداء بلا وهانينو وهادلي وبمعنى هذا الكمر كا كو سابسان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الفاظ النبي اسكره النبي عليه الصلاه والسلام بلا وهان وهادلي معناها هلو شيغو او هلو وحيودو لكن بلا وهان اسغا او هادلي هادلادس فعلى قوله مركا هذا الكود لو سوقدو تكلم بكلام لا يعرف معناه سيدا يلاهدين مركا لغو سعوده وحكو هذا النبي عليه الصلاة والسلام أيا كدرنا يسوك اللازم يسا بكلام من هذا البوكو هذا لي لا يعرف معناه أنو قرني معنيس وهؤلاء يظنوا كواسي وحيو ملايين أنهم اتبعوا إن الراعين قوله تعالى هذا الكيس الله يلي وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم مقرنا يتأويله تأويلك متشابهة إلا الله اللهم ويانا عدك لقرنويس فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وحسكتها جين إن فربضنا السلف ككمدي على قوله هذا الله يريد أن يكون وقفياً ويسكتها جين وحيكون وقفياً على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ما قرنا أيو تأويلك متشابهة إلا الله والله ويانا عدك لقرنمس وهو وقف صحيح
ووقف صحيحة، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره. هيا شميك لفرق هذلك معنيه سا يو تفسيره تفسيرك سميك لفرق هذلك معنيه سا تفسيرك سيو ميك لفرق وبين التأويل تأويلك الذي انفرض الله تعالى بعلمه والله لقار نقضي علمه صلى وضع ميك لفرق. وظنوا وحيوا مليين أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. وحيوا مليين إن تأويل كاللغوش يا في كلام الله الله هذا الكيس اللغوش يا هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين إنه يهي تأويل كاللغوش يا هذا المتأخرين تا إنه لم يديهي وأنه فرق كالهين. وغلطوا في ذلك أرن كان وكو قلدمين. فالتأويل في الصراح كثير من المتأخرين تأويلك في اصطلاح كثير انفر بضن اصطلاح هذا إيه ريب حنته هذا يكون هالشيئين انت فراها بضن له من المتأخرين متأخرين تكمدا هو صرف اللفظ عن يعني الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وإن مركا أريق لغلي حيو عن الاحتمال الراجح احتمالك الراجح معناها ميسانك لو أخبر أيو إن لغلي حيو إلى الاحتمال المرجوح معناه وأخبرك للجنب إنسان كبدن يهي اللول لحيو للدليل يقترن بذلك لو قلنا لحيو دليل السداس كل ما ناضي أو هرية فلا يكون من غنايو معنى اللفظي لفظي معنيه الموافقي معناها سوء الموافقي وافقيا لدلالة ظاهره لفظي ظاهر كي سوء حكو تصينا يوافقيا سيدا مركا لأنه سوء شاقني هدي وحوي مركا لبا اسمه سوء إضافي السان مركا وحلق صفي صفاته غالبا وحي أدع ذا مضاف كي أدع ذا المضاف إليه وما أدع ذا هذا المضاف كل إيا بعض أهين هدي مضاف كل إيا بعض أهين مضاف إليه كي صفاته أدع ذا لكن هدي كلا كل إيا بعض أين أهين صفاته سيدا غالب كا مضاف كي أدع ذا مضاف إليه كلا مرمر بي أدع ذا لكن ومركا قرينا الله له وي مركا هذا معنه هذا وحيود عيسى مضاف الموافق وحلق صفين يا معناه معناه هنا دوا معرفة معرفة الله إضافي حكم معرفة بين معرفة الله إضافي فلا يكون من غنى معنى اللفظي لفظي معنيه سو معناها سؤال موافق وافقية لدلالة ظاهره ظاهر كاللفظه تصين تأوك تصين يوافقية تأويلا تأويل نقول ما هي معناه مر هدو مركا ظاهر كاللفظ يقوح وكتوسين أيو وافق أيو تأويل من نقول على اصطلاح هؤلاء هو اصطلاح هذا مركا لقصة ويقول يقان تأويل إلا إلها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح إلى الدليل يقترن بذلك وأيو احتمالك الراجح ظاهر اللفظ وكتوسين أي الراجح أها تلقى ما بل يحن بأ مركا ظاهر كالغل يحيان نقول أي تأويل نقول أي لكن مركز ظاهر كالقصة عدسية تأويل من غنس. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك حين أم ليين مرادك الله قد شهده بلفظ التأويل أرق التأويل ذلك إنه كاسي هاي مذكور كالا صوشه استلاحة متأخرين تأنفر بضانا كميدا وأن للنصوص وحيكرا أم ليين نصوص تأين أسوغ أنت هاي تأويلا تأويلين أسوغي تأويل كاسو مخالفا خلافا لمدلولها سيدة الصحاني نسخة وحي قرن مخالف لكن نسخة قرن يسمى مخالفا أي الصحن وهي تأويلا بيس فقط تأويلا أي صفقت ما هذه يخالف بيد قرن أنا قرن سنسخة محقق هذا حق صريح محقق قرن مخالفا حق وصنا يخالف مضارع حد يتجب منه لكن نسخة دي سيدة وحق صريح قرن معتمدة وأن للنصوص وحي كلا أم ليين نصوص تأين أسوغ أنت تأويلا تأويل مخالفا خلافا لمدلولها مدلولك إذا خلافا معناها يكون تصين إسا خلافا سيدك لو وحي تهي وأن للنصوص وحي كلا أم ليين النصوص تأين أسوغ أنت تأويلا تأويل تأويل كاسو يخالف خلافا لمدلولها معناها يكون تصين إسا خلافا يخالف مركة تهي وفي عنت مدلول وحلها معناها وحكو تصين أي وحلها مدلول دليل إيه مدلول باكرة تصيه إيه الله تصيه وكي تصيطانك كل عي مدلولك ومعنه رفضي قنوة الدالي
أما هو الدليل الدالي معنون هو مدلول واللفظ يأخذ تصنيوي وحيوم ملايين نصوص طيوس أنت التأويل يخالف خلافة اللي مدلولها معنى هذا يأخذ تصنيوي خلافة تأويل كاسو لا يعلمه أن أغين تأويلك إلا الله اللهم ويانا عدك لأين أغين عد أغي أين أجرين اللهم ويانا أو يعلمه المتأولون أما أي أغيهين المتأولون كوا وحاول يا أي أغيهين نسخ قارن وحقرا ولا يعلمه المتأولون أين أغين كوا وحاول يانا أين أغين مركا نصصت إن لا يتأويل اللهم ويانا عدك لأين أغين ولا يعلمه المتأولون كوا وحاول يانا أين أغين يا الله علم قود اللقاري علم قود اللقاري أما الله أغيهي كوا متأولين تأويل يانا أي أغيهين ومعاني ذي الليحيين احتمال باكتشنا لكن ما دام قرضنا أي تهي قرضي وقدم بيسي وأهل التجهيل آية هيد وحو أنصبه إلا يلا هذا ولا يعلمه المتأولون وقرضنا وحكا هذا يشوف هذا وحوه وأهل التجهيل وكوا لنصوص الصفات اللهم ويانا عدك لمعاني هذا موغا حتى قاركوض وحي قارئين إليهين قاركوض وحي قارئين إن إليهين رسولك حتى موغا وجبريل موغا إسكاد هذا كالين يوغيهين جبريل حصوق هذا يساق معاني هذا أنقرنين إليهين نبي أكيان عليه الصلاة والسلام نبي قنا وحضتك أشياء إساق معاني هذا أنقرنين يا مركا وحوافق إسا نسخة مركا قول إسا ولا يعلمه المتأولون أي الصنيع هذا الشيخ السود أوضه وافقيس الكاهن وقير تشوق الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.